जबरदस्त चीज होगी। तो आप शायर यानी पोएट्री, यू हैव इज वेरी बिग शायर इन ओमान एंड यू हैव, प्लीज पीपल एंजॉय योर शायरी। Sherry, what you need from where? From Iraq, from Oman, from what? You know, only you are hard. What you want? You are open. You have your choice. Okay. I will. السلام مع التحية واحترامي. ماشي. قبل مبدأ وابتدي أول كلامي. القصيدة شعور شاعر صادقة من تقيها إحساس فكري وانسجامي. البيوت الطيبة إلها أهلها ولا تليق إلا على الحرة القطامي. في قصيدة أقول فيها الحب لا منه سكن قلب الإنسان، يا يتعب المخلوق ولا يذله، وأنا سكني حب غرشوب فتان، أتعب خفوقي وذبحه ثم عله، دايم يعاندني على غير برهان، وسيف المحبة في عيوني يسله. أقول أحيان تأخذني التعابير واروح لأبعد مسافة من مسافات فكري، أبوح يمكن بس لا يمكن أبوح بشيء كثير ساكن وسط صدري، أخاف من بكرة يقولون مفضوح ويضيع.